مشاهدينا ننتقل مباشرة إلى أبو عبدة والبيان الذي سيتلوه رئيس الحكومة سعد الحريري بعد انتهاء الجلسة. اتفاق فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون ودولة الرئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، واستنادا إلى الفقرة 12 من المادة 53 من الدستور، التأم مجلس الوزراء اليوم بدعوة من رئيس الجمهورية في جلسة استثنائية خصصت لمناقشة المستجدات السياسية وعلاقات لبنان العربية والوضع الحكومي في ضوء الاستقالة التي قرر دولة الرئيس سعد الحريري التريث في إعلانه. أكد مجلس الوزراء بإجماع المكونات السياسية الممثلة في الحكومة التزام البيان الوزاري قولا وفعلا، وبخاصة بالفقرة التالية منه: إن الحكومة تلتزم بما جاء في خطاب القسم لفخامة رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون من أن لبنان السائر بين الألغام لا يزال بمنأى عن النار المشتعلة حوله في المنطقة بفضل وحدة موقف الشعب اللبناني وتمسكه بسلمه الأهلي. من هنا ضرورة ابتعاد لبنان عن الصراعات الخارجية، ملتزمين احترام ميثاق جامعة الدول العربية، وبشكل خاص المادة الثامنة منه، مع اعتماد سياسة خارجية مستقلة تقوم على مصلحة لبنان العليا واحترام القانون الدولي حفاظا على الوطن ساحة سلام واستقرار وتلاقي. وستواصل الحكومة بالطبع تعزيز العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة والتأكيد على الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في إطار الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية، كما أنها تؤكد على احترامها المواثيق والقرارات الدولية كافة والتزامها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، وعلى استمرار الدعم لقوات الأمم المتحدة العاملة في لبنان. وفي ضوء هذا التأكيد يقرر مجلس الوزراء الآتي، يعني قرار: التزام الحكومة اللبنانية بكل مكوناتها السياسية النائي بنفسها عن أي نزاعات أو صراعات أو حروب، وعن الشؤون الداخلية للدول العربية حفاظا على علاقات لبنان السياسية والاقتصادية مع أشقائه العرب. إن مجلس الوزراء يجدد تمسك الحكومة باتفاق الطائف ووثيقة الوفاق الوطني، لا سيما البند الثاني من المبادئ العامة التي تنص على أن لبنان عربي الهوية والانتماء، وهو عضو مؤسس وعامل في جامعة الدول العربية وملتزم بمواثيقها، كما هو عضو مؤسس وعامل في منظمة الأمم المتحدة وملتزم بميثاقها، وهو عضو في حركة عدم الانحياز. تجسد الدولة اللبنانية هذه المبادئ في جميع الحقول والمجالات دون استثناء، ويتطلع مجلس الوزراء بناء على ذلك إلى أفضل العلاقات مع الأشقاء العرب وأمتها بروح الروابط التاريخية التي تجمع بين دولنا وشعوبنا. في النهاية يشكر مجلس الوزراء رئيسه على موقفه وعلى عودته عن الاستقالة. شكرا.